باب البعث بعد الموت. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: قال كنت قينا في الجاهلية، وكان لي على العاص بن وائل دراهم، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أقضيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يميتك الله ثم يبعثك. قال: فدعني حتى أموت ثم أبعث فأوتي مالا وولدا ثم أقضيك. فنزلت: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الآية: كنت قينا أي حدادا.